الو وصل الغداء؟ عيني جان عاشت ايدك الغالي. السلام عليكم ورحمة الله، يا اهلا وسهلا بافخم متابعين بالعالم، متابعين عرب جي تي، تحياتنا لكم. حلقة دردشة 37 ومعنا ضيف مهم جدا جدا، احمد ابو جميل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا، نورنا اليوم. يا اهلا فيك يا احمد ابو جميل، اهلا بالمتابعين. احد الجنود المجهولين والمهمين جدا في عرب جي تي صراحه، كل حدا في فريق عرب جي تي مهم جدا. احمد ابو جميل ملك التكنولوجيا معنا اليوم. لا عندنا شو مصعب خبر قوي، احنا اليوم اخبارنا قويه ان شاء الله بالحلقه، بس بدايه بدنا نعتذر من الجمهور على حلقه دردشه الاسبوع الماضي. متابعين على الانستغرام عرفوا انه الحمد لله على كل شيء، كنت مريض الأسبوع الماضي. خلال الفترة الماضية كان عندي كورونا، أنا والأهل وحتى عمور ألف سلامة عليه. ما تشوف الشر والحمد لله على سلامتكم. الحمد لله يسلمك يا رب. الحمد لله رب العالمين، تشافينا وتعافينا ورجعنا مرة تانية، فسامحونا عن الأسبوع الماضي، ولكن عوضنا لكم إياه وساوى الفحص عن الأمور طيبة، فإحنا إحنا بأيدي آمنة. لا لا أكيد الحمد لله رب، مرتين عملنا الفحص والحمد لله ما تشوف شر إن شاء الله. أول مرة هيك دائما سبحان الله، عمرك ما بتتمنى النتائج تكون سلبية، بس لأول مرة دائما ما بتتمنى النيجاتيفيتي بحياتك إلا بفحص الكورونا. الله يبعد الشر عن الجميع إن شاء الله. آمين آمين. شو بتعطينا نصائح للناس اللي بيحضروا؟ والله أول شيء أنا مرضتي كانت قوية والله، وزوجتي كانت مرضتها قوية. شو سويت؟ شو أخذت؟ أخذت في بديش بتبين كانت دعاية. لا مو هيك، أنا بصراحة ما بنصح شو تأخذ، لأنه هي لازم تكون بإشراف طبيب، فهو الطبيب وصف له هاي الأدوية، ممكن شخص ثاني، فنحن مو شغلتنا نوصف. بس أدوية. أنت أهم شيء اهتم بالفيتامينات. الفيتامينات يا جماعة اهتموا كتير بموضوع الفيتامينات، خصوصا موضوع فيتامين سي، موضوع فيتامين دي، زنك، خدوا زنك. زنك كتير مهم. أنا من الناس اللي كتير ارتحت على المشروبات السخنة، ليمون وزنجبيل وعسل والأمور هاي، يعني كتير حسن، يعني كنت أحس براحة لما أشربهم. وطبعاً أهم شيء تحجر نفسك أنت والمصابين أكيد. لا تخالط الناس، لا تعدي الناس. نعم. الله يبعد الشر عن الجميع. نعم. هاي من أهم النقاط، يعني بشكل عام كن مسؤول. من كنت باستشارة طبية مع أحد الأطباء نصحني بعيداً عن الأدوية أنك أنت تقوي جهازك المناعي، فأنت حتى لو مش مريض ما فيك شيء، اعمل فحوصات، حلل وقوي جهازك المناعي، شوف نسبة الفيتامينز بدمك وقوي جهازك المناعي، وبإذن الله جهازك المناعي كافي انه يحارب هذا الفيروس. شايف دكاترة بطل تكنولوجيا ولا سيارات، دكاترة طبي. نحن مالتي كل شيء، مالتي تاسك. فكونا من الأمراض والفيروسات، الله يشافي ويعافي الجميع. أحمد أبو جميل منورنا اليوم. طبعا الأشخاص اللي ما شافوا أحمد من قبل معانا، في ناس شافوه عندنا بحساباتنا على انستغرام. احمد ابو جميل هو السي تي او تبع عرب جي تي، التشيف تكنولوجي اوفيسر، هو اللي بنى الويب سايت، هو اللي بيشتغل على موضوع التكنيكاليتي وتطوير الموقع بشكل عام، وهو ما شاء الله عنه من الناس اللي من زمان بمجال التقنيه شغال فيها، وسافر وكنا نسافر انا وياه اكثر مره. صحيح. السنه الماضيه غطينا هناك سي اي اس يس، ورحنا صح نيويورك ما قبل الكورونا. ما قبل هاي اول سفره بعد الكورونا. اهلا وسهلا منورنا. اهلا فيك. انبوكسينج جيكس هذا الموقع الجديد تبعنا، وقناه الانستغرام، واللي ان شاء الله راح تكون يوتيوب وسوشيال ميديا. صحيح. اللي متخصصه بمجال التقنيه. جماعه شو بتخبرنا عن انبوكسينج جيكس لمتابعين عرب جي تي اللي هلا ان شاء الله كلهم راح يعملوا فولو وراح يصير يتابعوا التقنيه عن طريق موقعنا الجديد ان شاء الله. طيب في البدايه اهلا وسهلا في المتابعين، وشكرا للاستضافه كامله. انت منه فينا. صحيح. لا يعني منه فينا العصير، خلاص هذا موجود والكل عارفين قصه العصير. انبوكسينج جيكس هو عباره عن موقع متخصص في التكنولوجي. هذا الموقع بيحكي عن كل شيء تكنولوجي، سواء اخبار، ديفايسز، اجهزه، بهتم برضو في رياده الاعمال والشركات. فهذا الموقع حيكون زي هب لكل الأمور التقنية والمتعلقة فيها. حنكون متواجدين أول إشي على الويب سايت وعلى إنستغرام بشكل أساسي، بعدين حننتقل إلى اليوتيوب وإن شاء الله، وطبعا تيك توك برضو حنكون موجودين عليه. فكرة الأنبوكسينج جيكس إيش يعني؟ عندك أنبوكسينج هو عبارة عن مصطلح وإكسبيرينس صارت، يعني إذا بدك تحكي أنبوكسينج هو عملية فتح صندوق أو إشي مغلف. هذا الإشي بيجي على بال الواحد لما يعني الأشخاص الموجودة في التقنية، كانت هاي إحدى تقنيات نجاح شركة أبل في التسويق أيام ستيف جوبز، كان يحاول يعمل
صناديق لما الواحد يفتحها يحس بشعور سعادة، يحس بشعور انه انا عم باخد انه هاي هي اكسبيرينس. اكثر من 400-500 ساعة في التطوير، بس كيف لما الواحد يفتح البوكس يجي هذا الشعور. فهذا الاشي للاشخاص في المجال التقني، كان اشخاص لا انا بحب اعمل انبوكسينج، وهاي الاكسبيرينس بتختلف كتير وبتحسسك بقيمة الاشي اللي انت شاريه. واذا بنحكي عن الجيكس فهم اشخاص مهووسين في كل في مجاله. انتم عرب جديد ما شاء الله مهووسين سيارات، سيارات كارس كيكس ان شاء الله في التكنولوجي بشكل عام، سواء السوفت وير والهارد وير والريفيوز انت جمهور السيارات. هذا لا يعني انه ما بيحبوا كمان التكنولوجيا، كل سياره فيها تكنولوجيا، فيها تكنولوجيا. انت رح تغطي كمان، رح يغطي احمد ابو جميل بانبوكسينج جيكس التقنيات العاليه الموجوده بالسياره. صحيح، في سيارات اصلا صارت كلياتها عباره عن سوفت وير، تسلا سيارات هي سوفت وير على عجلات ماشي. فموضوع الانبوكسينج والجيكس ان شاء الله هو الهدف اللي بدنا نوصله. طب انت ليش ضلت تحكي لهم على البوكسز وانبوكسينج وانبوكسينج؟ انا شايف انت هناك انا بتطلع هناك، انا متحمس انه يعني هذول ارجع اعملهم هسه كلهم الخمسه انبوكسينج. اوكي، ولكن انا ان شاء الله هذول حيكونوا جوائز افتتاحيه يعني في البدايه. بحب اترك لك انت تحكي شو شروط احنا هي مش مسابقه، بدنا نعتبرها انه يا جماعه هاي الحساب تبع انبوكسينج جيكس على الانستغرام، اعملوا لنا فولو هناك، بدنا همتكم بدنا هذا الحساب يكبر ويزيد ويصير ارقامه ان شاء الله ممتازه ان شاء الله. كل خمس ايام عندنا سحب على واحده من هدول السماعات من اوبو، بنوجه شكر لاوبو، سمعوا انه بدنا نطلق موقع تقنيه فحكونا فورا انه بسرعه هي عندنا هدول السماعات موجودين، تفضلوا يا جماعه وانبوكسينج جيكس على راسنا وجمهوره المحبين تبعون التقنيه بدنا ندعمكم فيهم. فهاي البدايه، شو في اشياء جايه وراها؟ اكيد اكيد هاي هي البدايه، وحيكون استلموهم مسكرين عشان يعملوا اكسبيرينس الانبوكسينج مشان هم يصيروا جيكس كمان، يصيروا جيكس. فان شاء الله لا تكون الشغلات اللي جاي لابتوبات هواتف والمزيد يعني ان شاء الله. سامعين يا جماعه انبوكسينج جيكس على الانستغرام، بس اعمل له فولو للحساب، سوي فولو راح تلاقي صوره، الصوره الاولى احنا الاربعه مع بعض ان شاء الله، اعطيها لايك ومنشن ثلاث اصحاب لك، والسحب بصير من خلال التعليقات. فالامور بسيطه، وين ما تكون موجود بالكوكب راح يوصلك السعيد الحظ ان شاء الله، راح يوصلوا له هاي. كل خمس ايام سحب على واحد، اوكي الامور واضحه بسيطه، فيش فيها تعقيد. بنخلص من هجوم ان شاء الله، ممكن موبايلات لابتوبات، الخير جاي، الخير جاي وان شاء الله على عرب جي تي سيارات سحب ان شاء الله. عملناها مرتين وحكيناها لنشوف اي اقوى السحب. لا بالامور التقنيه اعتقد اسهل الموضوع، لا سهله تقنيات اسهل من سيارات. ارخص سياره كم سعرها؟ أرخص سيارة ربحناها كان قيمتها يمكن 120,000، والSRT كانت سعرها غالية. طيب هذه بالنسبة لأنبوكسينج جيكس حبيبنا أبو جميل، رح تشوفوه معنا أكثر بحساباتنا على الإنستغرام، رح تشوفوه معنا بحلقات أكثر إن شاء الله. الشباب شو الأخبار؟ الحمد لله تمام. تمام، كيف التجمع الفايبر؟ والله تجمع صراحة مذهل لأي واحد بعشق الفايبر، تشوف يعني تقريبا 30 سيارة كل النسخ، كل يعني الجيل الاول الثاني الثالث كلياتهم، صراحه المنظر خيالي، الصوت خيالي، والشباب ما شاء الله عليهم جروب فايبر الامارات يعني ما شاء الله، الله يبارك لهم. للاسف يعني الفايبر انقرضت، بس يعني سياره عظيمه. انت من الناس اللي مصر انه هاي السياره راح يزيد الفاليو تبعتها مع الزمن. انا مؤمن 100%، وبالذات مع التزامن مع تصريح السي او تاع المجموعه انه بقول لك انه هاي المحركات العملاقه حتى يعني دخل على الهلكات الرجال، هم دمروا الفايبر وكمل على الهلكات، بقول لك هاي محركات 6.2 الهلكات يعني توديع، يمكن حيضل اسم هلكات بس ما حيكون بالمحركات الضخمه. ليش قط الجحيم 4 سلندر يعني؟ والله زي جماعه ال جي رايح 4 شو هاي المسخره؟ 63 جاي 4 سلندر، والله اقسم بالله شو هاد، اللي عنده هلكات خبي، اللي عندك فايبر خبي، ما هي النصيحه بضل نعيدها، في 8 في 10 في 12 خبي وادعي. بس انا بدي اضيف شيء على كلام صهيب، ما تفكر هذا الشيء حيكون السنه الجايه، لا لا بده وقت يعني، هذا بده وقت يعني، هي خطه الشركات بشكل عام، مو بس دوج ولا كرايزلر، بشكل عام معظم الشركات عم تتجه نحو الداون سايزنج او تخفيض عدد السلندرات وحجم المحركات. مو موضوع مو ان هم مو حابين هاي المحركات، او الشركه والله مو مبسوطه انه الناس حبتها، ولكن القوانين الدوليه وموضوع البيئه والانبعاثات هي اللي عم تفرض وتجبر الشركات على هذا الموضوع. والله احنا مستمتعين بهالمحركات، مستمتع ابو جميل ولا لا؟ لا هو مش مستمتع، بده تكنولوجيا وتصغير وعمل زيد التكنولوجيا اهم شيء، ما السيستم صح قوي حلو، بس محرك سكرينز في كل مكان، موتور
بطرقك خلاص هو تمام نرضي الطرفين. لا بس انا بخالفك الراي انه انت حكيت انه راح تاخذ وقت بالتطبيق. اعتقد هلا مع وجود الحكومه الحاليه بامريكا الموضوع راح يسرعوا فيه كثير. انا قصدي وقت مش تفكر 30 سنه. اه لا أنا قصدي مو السنه الجايه. آه والدليل يعني مش السنه الجايه. سنتين. لا والدليل مشان نعرف هذا الحكي مع المنافس اللي اتبعهم جنرال موتورز وكاديلاك. نعم. اطلقوا خلال ايام ماضيه السيتي 5 والسيتي 4 بلاك وينج. فالسيارات هي طلعت بمحركات قوية أيضا. نعم. يعني إذا من نحكي بالفترة قريبة مع تكدلك عم تخالف القوانين، ولكن هذا الشيء ببيننا أو بيثبت لنا أنه الموضوع ما حيكون بالفترة السنة أو السنتين القادمتين. يعني ممكن حنشوف بالجيل الجديد من التشارجر أنه خلاص لازم يتغير. صار له كم سنة ممكن يكون بمحرك الأداء العالي ما يكون بمحركات سنة كبيرة، ممكن 6 سلندر يروحوا فيها توربوهات أو سوبر أو كذا أو هايبرد. يعني والله أعلم. أنا مبدأ سيارات العضلات بمحركات صغيرة بس صراحة بس مشو الموضوع يعني مش عارف نشوف. انا مش داخل براسي لحد هاللحظة صراحة. هلا هي نحن يعني بنحب السيارات. انا كنت متوقع منهم بكل صراحة انه ينزلوا نظام الدفع الرباعي ويجي يقول لك احنا ما طلعناها 800 900 حصان من الوكالة ويدخلوا على الالمان يجلدوهم جلد. انه حتى يعني كيف الالمان بالاي 63 والام 5 انه انت بتحول دفع خلفي دفع رباعي. انه كنت متوقع التشارجر بتحكي على الهلكات. على الهلكات كنت متوقع انه ينزلوا الدفع الرباعي ويدخل على الاوروبيين شوي ويقولوا لهم شوفوا الارقام بعدين. هلا الجماعه ساووا شفت مرعب. فيعني انا هاي بعد الشراكه مع مجموعه هاي شراكات اللي بتخوف شو يعني طلع ستلانتس تشالنجر 1.6 بخاخ الكتروني يا عم والله اقسم مش عارف البيجو 308 شو البت سمعني ونينه سمعني ونينه والله يكسر الماتور ما في شيء يعني بس هلا الكاديلاك ماشيين عم بيغردوا خارج السرب هذا طبعا مع انه جنرال موتورز اعلنوا من مده صغيره انه الشركه على سنه 2030 التوجه تبعها راح يكون كل سياراتها كهربائيه وما في ابدا مكاين بس هو تنفس طبيعي او تيربو بودو. هم يعني هم هم بودو. السيتي 4 والسيتي 5 اصلا لما اطلقوهم بديزاين الفي الشكل اصلا هذا المشروع كم سنه لهم بيشتغلوا عليه. فيعني هذه اكيد كان موضوع البروجكت انه يحطوا عليها محركات قويه وعاليه الاداء. بس هو زي ما حكى كريم ودع يعني عشاق الكاديلاك هاي اخر فرصه. لحق حالك ممكن اخر فرصه ده محركات ما كبيره اكيد اخر 1200 سي سي 8268 حصان قرع عادي. انا هذا الشيء هذا 100% 900 نيوتن متر هذا 100% ودع 100% يعني هاي بتعرف شو بيحكي لك انه انت هاي اخر فرصه. احنا بينا علاقه حلوه كشركه سيارات وعميل. احنا عارفين المستقبل هيك بس احنا حاعطيك سياره فيها تكنولوجيا فيها تصميم عصري فيها مستقبل فيها مواصفات جميله فيها فخامه. بس تعرف شو احنا صح على ما فهم بس انت بتحب السيارات القويه فاخذ لك محرك في 8 سوبر خذ جير عادي. فالجير عادي صراحه وشورت شفت هيك شفت التبديلات على فكره ما راح يبيعوا كثير جير عادي. بس للمعلومه اللي اغلب اغلب التوجهات العالميه صارت جير اوتوماتيك واسرع بس يا اخي حلو بس يعني مش كل جميل. حد مش كل حد بيسوق كل يوم جير عادي. انتوا مستعدين تسوقوا كل يوم جير عادي؟ الناس تغيرت في ناس لا احنا بنحكي بسياره فخمه عاليه الاداء ما بحكي بسياره عمليه وصغيره يعني انا بحكي بليفل معين. هلا جماعه ابو جميل والتقنيه اكيد بحبوا الجير الاوتوماتيك بس جماعه عرب جي تي وعشاق السيارات بفضلوا الجير العادي. انا تخيل بالسياره هاي خصوصا بهاي هاي راح اشتريها ناس على الاغلب عنده سياره ثانيه اذا بده ياخذها جير عادي. 100% هذا عشان بال2000 وبال2028 يطلع هيك يبدل شفتر يطلع معاه اولاده. تتذكر الحلقه اللي طوشنا انا ومصعب فيها بال2040 لما تروح تاخذ الاولاد الاحفاد من المدرسه تعطيهم غير عادي 40 و2050 تحكي 2050 ولا تزعل احنا فيها اعطينا الله يعطينا عمر 2050 تقول لهم معي سياره غير عادي يحكوا الله اكبر غير عادي ثلاث دعسات 2050 غير عادي اول ما يطلع بالشارع اول شرطة السير بوقفك بيحجز على السياره انت كيف تمشي فيها ممنوع شو الصوت على كل الانظمه البيئيه بعدين تعال وين الشاشه بالسياره في شاشه في شاشه في شاشه بيضحكوا عليك الناس انت بتعرف ريترو كيف موجود كيف الكاسيت يعني هيك معقول هاي الشاشه اللي عندك وكمان تخيل الشاشه يا عمي هاي التاتش اللي بالاصبع اللي بدك تغرز اصبعك فيها عشان تبدل ابو جميل بيضبطنا بتكنولوجيا بقول لك هاي الشاشه بتركب على هاي الشاشه امورك طيبه صراحه موضوع الشاشه اللي مش ريسبونسيف سريع هاي لازم تنشل من كل السيارات
لانه ممكن تعمل حادث من وراه بدك تكبس اي شيء تضلك. شفت الشاشه بتاعت المرسيدس الجديده اللي اطلقوها اي كلاس ام بي يو اكس؟ هذا هاي مش السياره، هي الشاشه اصلا السياره كامله هي 65 انش فولي الكتريك. شيء رهيب شباب المونتاج، حطوا لنا صوره للشاشه عشان الجمهور يستوعب. هذا شيء في الغالب حيصير ترند، فهذا اللي بحكي فيه. اذا في صوت موتور مرتب مع تكنولوجي هيك كامله في السياره ممتاز، وده اوتو بايلوت. بس انا سؤالي لك احمد، بما انك انت معانا بحلقه اليوم، شاشه 65 انش شو بدك فيها بالسياره؟ انت ما بتشتري بيت، تشتري سياره بتنام فيها. لا لا يعني انت فعليا كسائق المركبه وانت كل الكبسات صارت بالستيرنج وصارت امامك بالشاشه، او اوامر صوتيه صارت اصلا ما بدك كبسات، حتى اوامر صوتيه بالضبط وجستر كنترول بحسها بتلهي. هلا انا شخصيا بحسها دائما برجع الموضوع للاكسبيرينس، شو تجربتك وانت سايق. هلا الشاشه ممكن تعرض عليها شيء يفيدك وانت ماشي، السبيد تبعتك تصير تشوفها بشكل معين، انت خلص كاستمايزيشن في اللون الشاشه اللي بتطلع عليه. هاي الامور بتصير اسهل تعملها في انظمه جديده. بلس انه هلا مثلا كل الاشخاص بيكون مهتم جدا انه والله يشوف مثلا السرعة تبعته، اللي بحب عداد بالطول، اللي بحب عداد عريض، المسافات حتى بين العدادات. أنا شخصيا في سيارات ما بحب عشان عدادها، يعني لون العداد مع المسافات اللي بينه لو بصح لي أغيره في السيارات، نعم أول إشي بسويه بغيره، حتى لو كانت ليش أحكي أسماء سيارات، بس في احكي عادي بدردش احكي عادي خد راحتك. يعني مثلا بالنسبة لي في رينج روفر أنا بحبهاش من جوا، من الموديلات القديمة شوي، بيجي الإضاءة اللي فيها خضرة أخضر. ليش؟ سيارة كل إشي فيها حلو ما عاد عدادها، مشان تحس حالك طيارة قديمة. أنت لازم تغيره. هلا صار ديجيتال، هلا صار ديجيتال. في الموديلات القديمة هذا الأخضر أول إشي بعمله بغيره، يعني شخصيا. وفي لون تاني أزرق هيك فاتح جدا برضو، هذا أنا بغيره. فالشاشات هاي بتعطيك من جماعة الجي تي آي بي دبليو يعني ازرق مرتبين. هلا تغيرت، هلا كله الجديد تغير صراحه. فهاي الشاشه بتقدر تعمل عليها كثير شغلات، بلس انها حتكون اصلا كونكتد على الجي بي اس ومش عارف ايش وعلى اخبار نظام الملاحه لحاله انت الغريب مثلا مرسيدس عم بتطلع لك شاشات 65 انش، هذا الصوت رح يطلع تبع احمد؟ لا عادي كمل ابنك عادي يا رجال، بيعرف مصور في البيت معطلينه من الحضانه فعادي مرسيدس بتطلع شاشات 65 انش، وبالمقابل تسلا طلعت لي الشاشه اللي بالطول. شفتوا ما بعرف شفتوا صور المقصوره الجديده تاعت الموديل اس والموديل اكس؟ لاحظت السكرين صارت هوريزونتال مش فيرتيكال، وهالستيرنج هذا اللي حاط لي ايلون ماسك مش عارف من وين جايبه، حرف اليو. شكلك عم بحضر فورمولا 1، قال لك عاطي الشباب جو. انا ما بعرف هيئات المروريه رح توافق عليه ولا لا، وحاط شاشه من ورا عند المقاعد ما بعرف اذا شفتوها كمان. حجمها عادي يعني مش هالواو. طب لما تسال انت بتحكي هناك تكنولوجيا وتقنيه وبطلع هيك مقصوره داخليه، شو ومرسيدس على المقابل اضربني 65 انش، وبكره اودي الله اعلم شو راح يعمل، وبي ام دبليو يمكن السقف تبعها يحولوه لشاشه. اشتري سياره بجمعها دنهم ارض شاشه. القزاز الامامي كله راح يحولوه شاشه، مش عارف شو وين واصلين. فشو شو تتذكر انت السياره اللي جربتها الكهربائيه اللي عليها شاشه 48 انش وحجمها خيالي، بتطلع هيك بتضيع 65 انش، ما بعرف وين بدك تروح. والله انا بشتريها زي التكاسي، بطلع الشباب شو بدكم تفلم سينما، هاي بوب كورن بلف فيكم، ادفع فلوس انزل. هو هاي حتكون في تسلا بتعتمد انه بدنا نروح على الاوتو بايلوت، فالستيرنج المفروض ما تمسكه كثير. فاعتقد ذاتس واي هو هيك شكله حرف اليو، يعني الوايد يو، على اساس انه طيارات والطيارات كلها عليها اوتو بايلوت، يعني هو قيادة ذاتية، يعني انت بس بتساوي تيك اوف واوتو بايلوت، ما بتعملش شيء، بتترك كل شيء. الشاشه ليش صارت بالعرض بدل ما كانت بالطول؟ اعتقد هي برضه بترجع للاكسبيرينس تبعتك في السياره، انه انت بدك تحضر موفي بالمناسبه تقدر تشغل العاب على هاي الشاشه، قدره الكمبيوتر اللي فيها بشغل العاب على بلاي ستيشن 5 تقدر تشغلها على تسلا، انت المفروض تقعد وترتاح وتلعب تحضر موفي فالريشيو نفس الشاشه، انت لازم تكون مرتاح، فما بتقدرش تحضر فيلم بالطول، بدك اياه بالعرض. هذا هو الفكرة. انت بموبايلك اذا انت بتحضر شيء كيف تحضره؟ بتساوي بالعرض، ما بتخلي بالطول. نعم سبحان الله. هم على فكرة عكسوا مع مرسيدس الاس كلاس، بتتذكر لما كانت الشاشات طولية كانت عفوا بالعرض كلها، بعدين بالاس كلاس الجديد
عملوها بالعرض اللي بالوسط بس نعم. عملوها بالعرض على تقريبا مربع، يعني انت في اوبشنز اللي تحت اللي بتهمك اعلى شوي. الاس كلاس كمان كانت اكثر، يعني الشوفير ماخذ الاكثر. هلا بالاس كلاس الجديد صاروا كل الاشخاص اللي بالسياره حتى الجالسين ورا عندهم القدره انه يشوفوا. بالاس كلاس نص الشاشه للمرافقين والنص الثاني للسائق، يعني انت فعليا اللي بسوق ماخذ نص الشاشه الكبير والثانيين ماخذين النص. هلا بالتصميم الجديد اوكي السائق له شاشته بس الشاشه الكبيره الاربع اشخاص بيشوفوها. احنا سحبنا الحكي سحبنا عن جد كله منك يا ابو جميل، انت انبوكسنج جيك. لا بس برضه شاشه المرسيدس ببنوا ساحبين وساحبين جد رهيبه، يعني السنترال والديزاين تاعها والتصميم. انا يعني بصور المتابعين يعني متحمس ان نشوف على سياره كيف راح تكون وضعها. هاي 65 انش حطوه على اي كلاس؟ لا حيحطوه ما مستحيل ما بو ما بوسع بتكون طالع على الشباك برا بقصوها شوي هو ابنك الصغير يرمي شغله يكسر شيء يا حبيبي هاي فيها مشاكل عائليه بصير الموضوع بخوف. ناخذ لنا شويه اسئله من المنتدى. يلا اسئله سريعه قبل ما نبلش بالاسئله. طبعا هي الاسئله بتم او نحن بنجاوب عليها من خلال المنتدى تبعنا، منتدى التفاعلي ask.arabgt.com. منتدى بتطرحوا فيه حبايب المتابعين اسئلتكم متعلقه بالسيارات، في كثير متابعين ما شاء الله عليهم بجاوبوا اجوبه ممتازه جدا، ونحن بحلقه دردش دائما بناخذ لنا كم سؤال وبنجاوب على هاي الاسئله من المنتدى. فبسم الله نبدا بالسؤال الاول، تفضل معك السؤال الاول. هل ممكن شركه جيب تصنع سيارات سيدان في المستقبل؟ انتوا عم تتابعونا بكثير من حلقات دائما بنحكي انه كثير من الشركات السيارات تتجه نحو الاس يو في، وكثير من سيارات سيدان يعني عم تنقرض نوعا ما عن بعض الشركات. ومن ابرز الشركات اللي توجهت نحو هذا التوجه هي شركه فورد الامريكيه. فما اعتقد جيب تطرح سياره، وما نعتقد بشكل عام انه جيب تطرح سياره سيدان، لو تطرح كانت طرحت من زمان، ولكن حاليا توجه للكروس اوفر والاس يو في. معظم الناس ما بفضل سيارات سيدان، فما حتستثمر وتحط فلوس على هذا الشيء، خصوصا انه الجيب تحديدا كجيب معروف انه بس تحكي جيب بتعرف انه اس يو في، بتعرف انه اوف رود، بتعرف انه قدرات قويه، يعني لدرجه مصطلح الجيب منتشر على معظم شركات سيارات في بعض البلدان. بورش جيب شفت لك جيب بورش جيب مرسيدس جيب بي ام جيب البي ام او مثلا حتى هذا الشيء منتشر في الاردن، منتشر في السعوديه بكل جيب لكزس، يعني انه مثلا منتشر جيب لكزس الجديد علي. فالجيب مصطلح صار معروف في الاوفرود، فما اعتقد شركه جيب تطرح هذا الشيء. ناخذ سؤال وراء. لو ركبت بطاريه اصغر على السياره هل راح يكون في مشاكل؟ اكيد في مشاكل، غلط كبير، يعني لانه بطاريه السياره بفولتج معين بطاقه معينه، انت لما تركب بطاريه اصغر يعني الكهرباء راح تصير اضعف للسياره. ممكن تشتغل ممكن تشتغل، بس على المدى البعيد ممكن تحصل مشاكل كهربائيه كبيره والكمبيوترات ممكن يخربوا. فهي المشاكل انت تفاداها وحط البطاريه بالامبير الصح، لا تضيع فلوسك على الفاضي. 80, انت مركب 70 70 اكثر ولا تركب اكثر على فكره، يعني بتقول لك السياره هي 100 امبير ما في داعي تحط، والله اعطيها 150، يعني مش زياده الخير خير. هلا في بعض الناس بس اضافه على كلام صعبي اللي بيعدل بحط ساوند سيستم خيالي بركب ما بعرف شو بصير يستهلك كهرباء اكثر فبركبوا بطاريه زياده لهذه التزويدات. هذا مسوي شيء مختلف، بس انت اذا السياره وكالي وهيك ركب نفس المقاس اللي طالع من المصنع. تمام. عندنا سؤال. شركه برابوس وشركه البينا نفس الشيء ولا بيختلفوا عن بعض؟ هم كمبدا تقدر تقول نفس الشيء، بس هم الفرق بينهم. انا كان في عندي حلقه على فكره لالبينا، اذا ما حضرتوها لا تفوتكم. زرت المصنع والتقيت بصاحب الشركه وجلسنا وجربنا سيارتين بتذكر. نعم. الفئه السابعه بي 7 وبي 5. الفرق بين الشركتين بشكل سريع، شركه البينا تعتبر مصنع سيارات. هلا في عدد كبير منكم راح يجي يقول المهم باخذوا سيارات بي ام دبليو بعدلوا عليها شويه تعديلات، فانت ما بتقدر تقول انه هاي مصنع، لا، لانه هيئه الطرق والمواصلات في المانيا تشطب رقم الشاسي اللي طلع من بي ام دبليو وبتحط رقم شاسي جديد بنطبع بمصنع البينا. اللي بيحضر الحلقه التفصيليه انا شارح كل شيء هناك فلا تفوتكم عن جد. بالنسبه لهم بعدلوا سيارات، يعني بكون زياده هورس باور الداخلية غير الخارجيه غير ايروديناميك. بالنسبه ل وحتى اذا بتدخل على موقع الشركه مكتوب عليهم البينا انه manufacture for cars، يعني مصنع للصناعة. تصنيع
بالنسبه لشركه برابس حتى لو تدخل على الموقع تاعهم بقول لك انه احنا وي دو ديفلوبمنت فور كارز، يعني احنا بنسوي تطوير على السيارات. فهم بيجيبوا من مصنع مرسيدس السيارات عاليه الاداء اي ام جيز وبيسووا عليهم تعديل، بيزيدوا الهورس باور 900 حصان 1000 حصان 700 حصان، وبعدلوا داخليه بعدلوا خارجيه، عندهم يعني تعديلات معينه. البينا للبي ام دبليو وبينهم يعني عقود بين مصنعين بي ام دبليو وشركه البينا، والبرابوس بينهم وبين مرسيدس ديل، فهم بالاغلب بيصنعوا لمرسيدس، وحتى في سمارت برابوس بس هي سمارت هي مرسيدس يعني فعليا. هاي بشكل سريع. ناخذ اخر سؤال تمام عشان ما نطول الحبايب. لماذا بتسمي ابواب الروز رويز الابواب الانتحاريه سوسايد دورز؟ الله يبعد الانتحار. لك حب تجاوب مين تحب تجاوب؟ انت هلا كريم ذكرها بحلقه روز روز جوست انه الابواب سوسايد دورز انه بتفتح بالعكس. تفتح بالعكس. هلا في اكثر من صراحه هي بتسمى السوسايد تسمى وروز روز بتطلق عليها كمان اسم الكوتش الكوتش دورز. الروز روز تحديدا ما بتحب ابدا نستعمل سوسايد دورز، بتحب تفضل الكوتش دورز تعطيك هيك حقهم روز رويز حقهم بطلع الفخامه. هي عاده فكره انه سوسايد دورز بيفتحوا هيك، هاي مور جاي اكثر من جماعه التعديل او السيارات الرياضيه، يعني مجرد مصطلحات ومسميات. وحتى كبدايه تصنيع السيارات يعني قبل السيارات شو كان في عربات، والعربات كانوا مرات بيفتحوا انه بالعكس فيعني هم من هناك البدايه تاعتهم انه المبدا تاعهم. هلا ما هي صارت يمكن لما وقت العربات كانت فكانت السرعه بطيئه، فكان حتى لو فتحت الباب هيك هم روز رويز بالنسبه فيك جمل هيك ماشي بسرعه اثنين، بس هلا بتفتح الباب بالعكس وبتنزل هيك براسك اول ما تفتح. والمشكله باب روز رويز عملاق، واحد تسلا من جماعه الجيكس تبعونا ابو جميل يا حبيبي بتلاقي مرايته بصباحه او واحد مرسيدس ابو شاشه 65 انش كنت بحضر فيلم مش شايف. فبدناش نطول الحبايب اكثر ما نطول، بس انا قبل ما ننهي الحلقه حاب نذكر مره ثانيه بكم تتابعوا حساب انبوكسنج جيكس، وعشان ان شاء الله كل خمس ايام عندنا حد راح يربح من هاي الهيدفونز او السماعات الوايرلس، فبالبركه على الجميع. وشكرا لكل الناس اللي حتتابع الصفحه، واكيد دائما تابعوا على الموقع موجود ايضا بالوصف عشان تشوفوا اخبار تكنولوجيا اول باول. نورتنا ابو جميل. وحتشوفوا ابو جميل ان شاء الله، وتابعوا حساب ابو جميل وهي حسابه موجود اكيد، وحسابات الشباب وحسابي اكيد موجود امامكم. شكرا لمتابعتكم، شكرا لدعمكم، وانتظرونا بحلقه القادمه ان شاء الله من برنامج دردشه، ونحو شعارنا الدائم للعالميه باسم العرب مع عرب جي تي. سلام عليكم. سلام عليكم.